بعد انجاز العمل في القاطع الشمالي بالكامل، اتجهت الانظار صوب القاطع الجنوبي في الفلوجة الذي يعد واحدا من اكبر المناطق السكنية فيها، لتبدأ اعمال دائرة البلدية بتأهيل الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية ضمن خطة خدمية اعدت مسبقا، حيث باشر العمل في أكثر من منطقة في القاطع الجنوبي، شملت هذه المناطق أحياء المرسلين وجامع الأنبياء وكذلك خلف مدرسة المفاخر واليرموك الأولى واليرموك الرابعة. العمل مستمر في القاطع الجنوبي بعد أن اكتملت أعمال البنية التحتية في أغلب المناطق، باشر العمل بتأهيلها ليشمل العمل أعمال الأرصفة والتبليط وكذلك أعمال البنية التحتية والمجاري والمياه. اليوم محافظة الأنبار جادة من خلال توفير الدعم للمشاريع وإنجازها في المواعيد المخصصة لها، على أمل أن تكون مدينة فلوجة من المدن النموذجية التي تكون من أجمل المدن إن شاء الله قريبا جدا. الحكومة المحلية في المدينة أعلنت بشكل رسمي عبر فضائية الفلوجة أنها تسعى جاهدة وبتوصيات رئاسة البرلمان لإكمال العمل في المناطق الجنوبية من الفلوجة، لا سيما أن هذه المناطق تعاني من نقص حاد في الخدمات، خصوصا المناطق الجنوبية. جنوب الفلوجة يحتاج إلى عمل جبار. التوجيهات اللي لدي من مراجع العليا أن أفتح شغل إن شاء الله في المناطق الجنوبية. أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لكل المشاريع، سواء كانت لبلدية الفلوجة أو للدوائر الأخرى. إن شاء الله قدر المستطاع سوف أكون حريص على إنجازها ضمن الفترة المحددة، ضمن المواصفات الفنية المتعارف عليها. إن شاء الله سوف ننقل مدينة الفلوجة إلى واقع جديد، ونستمر بالإعمار. مدينة الفلوجة التي عانت بالأمس القريب من مأساة كبيرة مرت على أهلها، تغفو اليوم على نهر الفرات آمنة مطمئنة، فيما يسعى أبناؤها إلى أن تكون مدينتهم مثالا في البناء والإعمار. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.